أكثر عن اليوم الثاني من فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر. بينضم لي على الهواء مباشرة زميلنا فريد إدوار طبعا عشان نعرف منه مزيد من التفاصيل حوالين فعاليات اليوم. أهلا بك يا فريد وصباح الخير، ويا ريت تحطنا في الصورة بعد إذنك. صباح الخير يا هشام وصباح الخير على كل مشاهدي في مصر. فعلا بدأت فعاليات مؤتمر النقل الذكي في اللوجستيات بحضور وزير النقل كامل الوزير وعدد كبير من رؤساء كبريات الشركات العالمية علشان يلاقوا ويتناقشوا سوا في كل ما يرتبط بتحول النقل الأخضر. سيادة الرئيس افتتح بالأمس المعرض، وإحنا النهاردة ننقل فعاليات المؤتمر اللي مليان تفاصيل الحقيقة، وكل الموجودين فيه مهتمين جدا بمجال النقل. ويمكن وأنا بكلمك عشان فعلا المهندس فريق كامل الوزير بيتكلم في جلسته اللي افتتاحية النهاردة حوالين مستقبل النقل في مصر وتطوير الكيان والنقلة اللي بتحصل وتطوير كمان الموارد البشرية والعنصر البشري جوه المنظومة الكبيرة دي. بعد شوية في جلسة بيتكلم فيها كبريات أو رؤساء كبريات الشركات العالمية حوالين دور السكة الحديد في تحقيق التنمية الشاملة، زي مصر جزء من القصة الكبيرة دي والتطور الكبير اللي بيحصل، زي احنا بنستورد وبنشتغل مع شركات كبيرة جدا علشان نستورد عدد من عربات السكة الحديدية اللي هتكون متوفرة يمكن خلال أوقات قليلة. بعد كده بشوية بتستمر فعاليات اليوم، ووزارة النقل المصرية بتوقع حوالي 13 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية حوالين التحول للنقل الأخضر واللوجستيات. بعد كده هيكون عندنا ندوة حوالين أنظمة النقل المستدامة، وإزاي احنا بنكون جزء من النقل المستدام حوالين العالم كله. وبيختم اليوم بفعالية كبيرة هي ندوة بتتكلم عن المنافذ الرقمية الذكية، هيتكلم فيها المهندس كامل الوزير ووزير النقل المصري كمان محمد معيط وزير المالية، وهيتكلم فيها كمان اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وعدد من الخبراء علشان يكونوا بيحاولوا يوصلوا قد إيه إحنا موجودين وبنقدم جودة كويسة جدا جدا في مجال النقل على مدار الفترة اللي جاية. وسيادة الفريق كامل الوزير موجود طول اليوم هنا في المعرض بيتابع الفعاليات، بيتابع الأجنحة، بيتابع مع رؤساء الشركات العالمية كل التفاصيل، وإحنا موجودين علشان ننقل كل حاجة بتحصل في المعرض هنا. طيب أنا بشكرك جدا زميلنا فريد إدوار طبعا مراسلنا اللي كان معانا على الهواء مباشرة، بشكرك ألف شكر.